باش غنجي باش يدور ويسلخ بيا مرته وشاعي يدير لي الصيله باش تكون انا غادي نشرب دوال هذاك دوال فارم نموت نتحر لا ايش غادي نشرب انا دوال فارم نتحر انا نموت ونخليه يتكابس على الوالده لا 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 انا غادي نهزي حجره نضربو الملغيغه نسخو ابقى شي نون اللهم يموت هو البوبليك انتوما هنا كان عندها الوالد راه شهمني ضاليم ودركو برا ما يطلبش الناس عارف شي نهار طايح شي صاحب دعمتو غادي يضربو غادي يسخفو ويطلبني غا انا والوالده ديك النهار انا جالس صالح عليا ما بيا حتى كنسمع الغوت بيت الناس مشيت نشري حليت الباب لقيت الوالده تبكي هو معاه شافني تدعق اي الشبك تحل الباب ما عرفش بلا هاد البيت عندو الحرمات والواليد باغي يدور لي السردة ومات مع الوالدة وأمك الوالدة وصافي وليت ندوي معاها وتهنصرني كي لا لحم وقيلا توحم جاش من الحماس قلتي لها وأنا قلت لها بغيت نتزوج بواحد سورية كيشتي جارتها أنا من نهار تزوج ديك سورية ما عرف خير من يجي وتهنا من الزر تانا بغيت نتزوج بها ندي لاجر وشكون اللي قال لك هادشي؟ غاشيط الله ينعلو ويخزي هاد الشيطان ما لقى ما يقول لك ما قال لك سير تزوج بشي صومالية كحلا راهم يضلوا تسارى وحدة ولا تسيانة حمر الكرة الأرضية وبغيتي غير العشر 27 درجة أنا شفت الوالد عيني زيغة قلت نسافروا للحاج يبرد عظيماتو مشي قيدتو قبلوه مشي حضر الحصاش جايني بالعشية شاعل هذا هو السخ سير وليدي أنا رد عليك هما السخ راك عايب بيه ومفرشو وغطي بيه واش هي هاد الحش ولا انا مشيت ليه علاش الوالد ما تمشيش والرجيم الرجيم قال لك رجم الشيطان ايوه انا غير ساهل نرجم الشيطان علاش ما نرجم الشيطان 70 عام ديال السكره والفضايح والسبله عمرو ما حداني نوض انا دوك الناس الحجره ونبدا نعطيه بغيتي يخرج يمسخني كيما كان دار دوك خيالنا اللي كانوا مشاو للحج بالميته الرشوه ها هما صغارون والله هزوا الحجر داو يلوحوا دارها عرفهم قال لهم انتوما هما الاساتذه اللي ولفنا شيطانيت كل ما انتوما كاع ندخل الحربه الناس 10 سنين كيتبع القران ديال الحج ما قبلوهاش وانتوما كل عام عندي الرهون اللهم يهزوا في الحجر ويلوحوا بالطريطوار اللي بانت لي عندك بحال البلد وانت راه باسي وراه رودنا في رمضان والوالد عندي مسكينه حامله من اللي تفيق وهي من الكوزينه تمخ تا كيقول له كبار وهو من اللي فيق هو جامد عليه تا كتبقى المغرب ربع ساعه غايب باقي مشي عند الكوزينه ها منكم العوش ها مول ما تقعدي ما غاديش بحالك ها ما كيبغيش نلفلو انا عارفه اني نفضل نلفلو ما توحشني ربك نزيدك عندو بلوك ويا مسكينه الراجل سير خرج راه ريحتك تعطعط بريحة اليوم ليه تخرج نخرج متخيل فوق ديال والداوية غادي نضربو غادي نسخفو غادي يجيو يهزو لي جدرمية عقلتي نهار كنت سلختو الشهر اللي فات خرجي بحي نزيمك عايشة قنديشة وداوية جدرمية انا شفتك تكحل عاودك من عينك تخلات قلت لهم ما نعرفهاش غديوني الحبس جلسنا طب لا حس فيه قرب يودن كي تبي الحس التميرات هاد التمرة معك مانا عوجة وما عتاش من نخلة تكون مزروعة تكون في الصحراء ياك معاك الله أكبر مدي ديك شوما وأنا تصلي مع
بعدا انه نصلي. سرت لودو يلا بدي شبانيا دو صلي جدتي كتمت لي واحد جبانيا قد صطيرة ديال لودو اما كيديرش العاشق كيشربها بيلي سخونة 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 ونجيب العاشق قال لي انوني حقي ديك اللقمة ديالك سكتو تبرد في الكوزينة انا خارج وجاي وما خارج يصلي هالشقف بيدي وخارج مولاي انسى عوينك غا هو وقف قدام الباب يالله كمل الشقف طبعا شرايين يدات مفعول الجوع والبرد داخل نيشان الكوزينة دخل لقيتو طاح على القصر ديك سكتو يضرب هي زوينة وانا اني خاصها نلحق والوالد بارك عليك من اللحم خلينا شوية ديال اللحم الوالد اللحم والجزيرة غادي نضربك راه نقرص راه ما كاينش هنا النقرص هو اللي غيشدني لا ما عمرش الطاحونة وسير نقرص امك طير لك البخار سلام من كسكسو داج نصا ديال سلو سلام من سلو حيت لا جبل الشكيسان ديال العصير شحتهم كيشوت اللحم موجود هاد العام نزل عليه حبا حبا واو وكمل شت اللاجة بشوية الله يدخل واو انتي مهدي كرشي 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 والوالد مالك يلا كنتي تاكل فرحان وانا ريزيرفي راني درتها راني درتها الوالد سيرجي ودرت هاديك اللي دخل في الساوية كينا قهوية ومنا فوق شربي راس السخونية والحرارة تلعب من تحت العشرة والفوق واش الوالد الوالد جيت تبعني وانا غادي قلت لك الوالد تكون قيس